خلينا نروح لدوري ابطال اوروبا، وامبارح كان في مفاجاه كبيره جدا في الماتشات، ومنها طبعا هو اهمها فوز فريق موناكو على برشلونه. يعني دي اول مره تحصل، وبرشلونه يعني حاله اهتزاز قويه جدا ليها، وكانت النتيجه 2-1. ده سببه ايه وشفت الماتش ازاي؟ اولا هانز فليك قدر الحقيقه من العناصر اللي معاه، وان برشلونه فريق كنادي ما معاش بادجت كبير او انه يعمل صفقات، ولكن قدر في الفتره اللي فاتت يعمل فريق وشكل كويس جدا لفريق بارسا. عنده حقق العلامه الكامله في الدوري الاسباني من لعيبه هم خريج الاكاديميه. بس خلينا نقول نقطه مهمه جدا يا جماعه، التاسيس السليم بيوديك لفين. فريق زي برشلونه لما حصل له ازمه ماليه كبيره جدا، والفريق مش قادر يعمل صفقات كبيره او صفقات من العيار التقيل او الكلاس ايه، الراجل بدا النادي بدا يروح للاكاديميه بتاعته، بدا يستفاد من الاكاديميه بتاعته. وبالفعل احنا شفنا الاكاديميه بتاعته قدرت تقدم لعيبه على مستوى عالي جدا. لامين يامال لعيب عنده 17 سنه بيكسر الدنيا، الولد ما شاء الله كل ماتش السنه دي عنده من 6 ماتشات عنده 8 مساهمات تهديفيه، وده رقم كبير جدا لعيب صغير في السن. الحاجه الثانيه بدري وبعدين اداؤه كبير جدا، الولد شايل برشلونه حرفيا. كاسادو، مارك برنال اللي هو اللعيب مواليد 2007، معلش 2007 في مصر، قدامهم 5-6 سنين عشان يدخلوا فيرست تيم، مش عشان يلعب، قدامهم 5-6 سنين عشان يدخل فيرست تيم يتمرن مع اللعيبه. احنا عندنا لعيبه مواليد 2000 و2001 لسه بيقولوا عن ليهم ناشئين. فانت النهارده الاكاديميه بتاعتك لما تبقى شغاله، دي ظاهره مهمه جدا، اللعيبه اللي هم سنهم صغير لو انت ممكن تحط عليهم كده وتراهن عليهم في المستقبل بشكل كبير بالظبط يفرقوا معاك. يعني ده تقدر تعمله لما تكون انت بتصرف على الاكاديميه بتاعتك بشكل سليم. يعني ايه اصرف بشكل سليم؟ الصرف مش قصه ان انت تصرف فلوس وتدفع فلوس كتير، بالعكس مصاريف الاكاديميات بتبقى اقل من مصاريف الصفقات انت بتعملها بشكل كبير جدا. ولكن المصاريف الاكاديميات اللي هو اهتمام بتطوير المدربين بشكل كبير جدا. نيجي نروح لنتيجه الماتش. نتيجه الماتش طبعا برشلونه لبس طرد بدري جدا، والطرد ده اثر عليه فيما المتوقع من المباراه، كان لسه وقت كبير جدا، تقريبا في الدقيقه 10 حصل الطرد. خلينا نتفق نقطه مهمه جدا، هانز فيليك غلط غلطه كبيره جدا انه قرر انه يفضل طول الماتش يعمل الضغط العالي بتاعه. الضغط العالي بتاعه مع اللياقه البدنيه بتاعت اللعيبه بتاعته ما سعفتوش ان هو يحقق اللي هو مطلوب من اللعيبه بتاعته، وحصل جاب كبير جدا بين الخطوط. الجاب ده كان بيسهل عمليه خروج موناكو بالكوره والتدرج في المراحل اللعب المختلفه، لدرجه ان الهدف الثاني تقريبا جاي بتمريره من المدافع راحت للمهاجم مباشره، هسجل بيها، راحت انفراد وسجل بيها الهدف الثاني. فكانت الغلطه الكبيره اللي عمل اللي ما اشتغلش عليها هانز فليك انه فضل يلعب هاي بريشر طول الوقت، ما تحولش للميد بلوك واللو بلوك، وده اللي كان ممكن يعمل كومباكت ويقلل المساحات ويقلل من خطوره فريق موناكو. طول المباراه موناكو اي هجمه ليه كانت بتسبب خطوره بشكل كبير جدا على مرمى برشلونه.